أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.